من ولدت بيت مساحته 870 متر، ثم انتقلت الى بيت مساحته 600 متر، ثم شاءت الظروف انه اكون في بيت صغير من بيت اهلي، ولكن انا دوما مع عدم التحجج بعدم وجود مساحه. ماكو شيء اسمه ما عندي مساحه، يعني انا هسه كل المساحه مالتي شفتوها هي عباره عن 30 سنتيم فقط، ولكن اكو اصيص اللي هي سنادين، اكو جذوع نخل نزرع عليها، اكو 30 سنتيم نزرعها بطرق معينه، ممكن زرع شتله ناصيه، ممكن استخدام انواع كثيره من الاسمده اللي تعويضها التربه، لضيق التربه نعطيها غذاء كثير، ولكن ممكن ان ننتج شيء داخل هذا الحكي، مو بس للترف، يعني انا انتج من عندها طماطم، انتج من عندها خيار. أنا ولدت في معمل في دور معمل قصب السكر، وكنت أعشق هاي النبتة، فجبت جزء من الشتلات من معمل السكر زرعتها هنا. أنا أعشق الأهوار وأعشق البيئة، لذلك تشوف الاستقبال مالتي بكثير من القصب والبردي والأعشاش، وأنا دائما أقول إنه إحنا ليش نجيب هاي الأعواد اليابسة من المولات، ليش ما نجيب من بيئتنا قصبنا وبردينا ونخلي داخل نزين بيوتنا. أنا هنا زارع قصب طبيعي، مو بس قصب السكر، قصب طبيعي مع الأهوار. هذا نوع من الطحالب يسمى محليا هنا بالوخم، هو من الطحالب الطافيه بالماء وتنضج وقت الربيع ووقت الصيف، الناس تعتبره نوع من النفايات او فشي غير مهم وغير ضروري، طبعا يحتوي على الياف قويه، مو قويه بمعنى القوه ولكن تنقطع، لكن جيده جدا، ممكن ان تدخل بالكثير من عمليات الصناعات النسيجيه، الكثير من عمليات الصناعات النسيجيه بما فيها الملابس الطبيه وغيرها، وهي صديقه للبيئه وغير مؤثره، حتى من ترميها ممكن ان تتحلل وتعود إلى التربة. هذا من أندر أنواع الرفوش، هذا الرفش احنا نسميه رفش الصحراوي، هو يصير بالأنهار القريبة إلى الصحراء، هذا نادر جدا جدا جدا. هذا النموذج اللي تشوفونه صار له عندي 4 أشهر، طبعا هسه هو في فترة سبات على اعتبار هسه انتهى الشتاء والربيع هسه بدأ يبدي. هذا الحيوان يقتل جهلا من قبل الصيادين، ظنا منهم انه هو مؤذي او يهاجمه وكذا، هو بالفعل يهاجم اللي هاجمه، ولكن في بيئته هو هادئ جدا. قد يفهم انه احنا نقطع النخيل مطلقا، ولكن كل البساتين بشكل طبيعي انه هي متعتها نخل، النخل الطويل يوقع بالهواء العالي، النخله المريضه تموت تنقطع وكذا، نجيب النخله اللي هي ميته اصلا يعني، ولا نشجع مطلقا على انه واحد يقطع نخله مطلقا، وتنحفر بهذه الطريقه بطريقه سهله جدا يعني، ونوضع بداخلها تراب، طبعا هذا نوع الخشب يمص المي فيحوله الى رطوبه، فيحوله بالتالي من يضرب الهواء الى بروده، فيكون الجذر بارد، فكل شيء استفاد الورد والنباتات اللي تنزرع به ترتاح احسن من الاصيص، احسن من السيراميك والبلاستيك وغيره من القطع. هذه النبته اللي هي يسموها ست الحسن، نوع من المتسلق الناعم واللي يطلع زهور وشكله جميل جدا، والتكاثر مالته سهل جدا، وهذا نجذره بالمي لمده اسبوع او 5 أيام، من تطلع الجذور من هنا بعدين نزرعه بالاصيص اللي هو بالسندانه. هذا الحبيب من اهم الحيوانات اللي انا امتلكها بالبيت كحيوان محنط، طبعا مطلقا ما نشجع على التحنيط ولا نشجع على القتل، هذا كان قاتله واحد من الصيادين، انا اخذته من عنده وحنطته لبقاء هذا الصنف، هذا الصنف اسمه الماكسويل، وسمي ماكسويل نسبة إلى العالم البريطاني الاسكتلندي جيفن ماكسويل، وهو اسم الأوتر بالإنجليزي، وهنا يسمونه تشليا بالمايل بالمحلية، هذا النوع يسمونه الأسود أو يعني جوز الطوخ يسمونه الأسود، نادر جدا، هو اللي انقرض. أنصح الجميع يعني، أنصح أصدقائي والكل
انه من تحب لك شيء نميه. والهوايات حلوه، وحلو من اسمع من صديقي فلان عنده فلان هوايه، صديقي فلان عنده فلان هوايه، اروح ازوره اشوف شلون، اعطيه افكار، اخذ من عنده افكار. هذا التلاقح ينتج ابداع.